الأسماء المميزة والشعارات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مسار هذا الشوط. نسير مع هذه التحديات المميزة مباشرة مع المركز الأول، مع الصدارة أول الأسماء. من تقود الأسماء الأولى هنا مشاهدين الكرام؟ همس محمد بن راشد بن ثلاب الهادري يقدم لنا تحديات الأولى من خلال تواجد همس مع المركز الأول مع الصدارة، بينما المركز الثاني من تتواجد مع المركز الثاني في هذه اللحظات. وتنطلق هنا أيضا شف محمد بن خليفة بن راشد بالهول المهيري يقدم لنا شف مع المركز الثاني من تنطلق في هذه اللحظات، بينما نتابع وناخذ المركز الثالث من تتقدم في هذه اللحظات. هنا الشامخة عمير بن سيف بن معضد المشغوني يقدم لنا شعاره مع المركز الثالث، يتواجد شعار المشغوني ينطلق مع المركز الثالث مع الشامخة، بينما المركز الرابع شعار الصعب القادم من ينطلق في هذه اللحظات يتقدم مع هقوة. محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي يقدم لنا هقوة مع المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس مشاهدين الكرام، المركز الخامس تتقدم هنا مهاجرة بشعار سعيد بن علي بن سعيد البريس المري يقدم لنا مهاجرة مع المركز الخامس. هكذا هي الخماسية الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه التحديات، يحمل لنا هذه الانطلاقات المميزة والكبيرة. مشاهدينا متابعينا الكرام في أمسية سن الثنايا، في أمسية سن الكبار، والثمانية كيلومترات هي المسافة الحاضرة في هذه الأمسية في هذا المساء المميز والكبير. وهذه أيضا الأجواء الرائعة التي يشهدها ميدان التحدي في هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله من كل سوء ومكروه. عودة هناك إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى البداية، الصدارة وما تحمل لنا من تحديات جميلة ورائعة. شعارك يا بن ثلاب يتواجد مع همس، ينطلق مع همس، تتواجد هنا مع البداية. محمد بن راشد بن ثلاب الهاجري يقدم لنا شعاره المميز، يقدم لنا هذا الاسم المميز. أيضا همس الحاضرة مع المركز الأول مع البداية بشعارك يا بن ثلاب هنا مع الصدارة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني تتواجد هنا هقوة بشعار بن مرخان، تتقدم هقوة بشعار محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، بينما المركز الثالث تتواجد وتنطلق شف محمد بن خليفة بن راشد بالهون المهيري يقدم لنا شعاره المميز، يقدم لنا انطلاقة وحضور شف في مسار هذا الشوط، بينما المركز الرابع شعار المشغوني يتقدم هنا مع المركز الرابع مقدما لنا الشامخة عمير بن سيف بن معضد المشغوني مع المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس تتقدم غزالة حميد بن سعيد بن عامر النيادي يقدم لنا غزالة في مسار هذا الشوط، تنطلق غزالة بشعار النيادي مع هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة مع خامس الأسماء. هكذا هي الخماسية المميزة الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا تحديات جميلة، يحمل لنا تحديات ولا أروع. مشاهدينا متابعين الكرام، أربعة أسماء انفردا عن بقية المراكز كما تتابعون في الكادر العلوي من قناة الريان، وأيضا الكادر السفلي يبين الأسماء هنا في هذه اللحظات في عمق الميدان والشعارات الحاضرة والمتواجدة في مسار هذا الشوط. مشاهدينا الكرام، عودتنا إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى البداية،
صدارة الشوط هناك القائدة لهذه الأسماء هقوى بشعار صعب شعار محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي يقدم لنا هقوى بتحدياته المميزة والكبيرة شعار الصعب هنا يقود الأسماء الأولى يتقدم في هذه اللحظات محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي ولكن المشغوني بدأ يقدم لنا شعاره بدأ يقدم الشامخة عمير بن سيف بن معضد المشغوني مع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الأعزاء بينما المركز الثالث من تتواجد هنا تنطلق بشعار بالهول المهيري شف القادمة مع المركز الثالث محمد بن خليفة بن راشد بالهول المهيري مع المركز الثالث المركز الرابع همس محمد بن راشد بن ثلاب الهاجري يقدم لنا همس مع المركز الرابع وخامسا هنا القادمة والمنطلقة مشاهدين الكرام زمايم أحمد بن سعيد بن منانة الاكتبي يصل بن منانة يقدم لنا زمايم يقدم لنا هذا الاسم المميز والكبير مع المركز الخامس في هذه اللحظات يتواجد بن منانة هنا ينطلق من خلال تقدم همس أحمد بن سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي مقدمة لنا انطلاقة أيضا زمايم مع المركز الخامس هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء يحمل لنا هذه التحديات المميزة والكبيرة مشاهدينا متابعينا الكرام هكذا هي التحديات الأولى ولكن العودة إلى صدارة الشوط إلى المركز الأول إلى البداية نعود إلى صدارة الشوط إلى المركز الأول وإلى البداية الصدارة هنا الشامخة الشامخة بشعار المشغوني يقود الأسماء الأولى يقود التحديات الأولى ينطلق مع البداية المشغوني حاضرا بشعاره المميز والكبير عمير بن سيف بن معضد المشغوني مشاهدينا متابعينا الكرام بينما المركز الثاني تتواجد هنا مشاهدين الكرام هقوى بشعار بن مرخان ينطلق شعار الصعب يقدم لنا هذا الاسم المميز والكبير أيضا هقوى محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي حاضرا بشعاره الكبير بشعاره المميز بأسمائه المميزة يحضر ليقدم لنا هقوى مع المركز الثاني بينما المركز الثالث تتواجد هنا أيضا شف القادمة مع المركز الثالث محمد بن خليفة بن راشد بالهول المهيري يقدم لنا شف مع المركز الثالث المركز الرابع همس بن ثلاب تتواجد تراقب الموقف مع المركز الرابع تأتي أيضا في هذا الانطلاق المميز والكبير لمحمد بن راشد بن ثلاب الهاجري ولكن شعار النيادي بدأ يتسلل بدأ يسير بدأ ينطلق في هذه اللحظات بأيضا غزالة أحمد بن سعيد بن عامر النيادي يقدم لنا شعاره المميز يقدم لنا شعاره الاتحاد الجميل الحاضر في مساري هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام هكذا هي الأسماء هكذا هي التحديات الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة يا سلام ولكن صدارة الشوط المركز الأول البداية الصدارة وما تحمل لنا من تحديات رائعة وجميلة بقيادة هناك النيادي تسللت من مركز إلى مركز إلى استلمت الصدارة في هذه اللحظات بشعار حميد بن سعيد بن عامر النيادي يقدم الانطلاقة وحضور غزالة بينما المركز الثاني هقوى بشعار الصعب من تتواجد مع المركز الثاني محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي يقدم هقوى في مسار هذا الشوط المركز الثالث تتواجد الشامخة عمير بن سيف بن معضد المشغوني مع ثالث التحديات والمركز الرابع شعارك يا بالهول يا المهيري يقدم لنا شف
محمد بن خليفة بن راشد المهيري مع المركز الرابع. المركز الخامس قادم شعار بن منانة، قادم شعار زعبيل، حاضر في مسار هذا الشوط، يتواجد مع زمايم أحمد بن سعيد بن منانة الاكتبي مقدما شعاره مع المركز الرابع في هذه لحظات. والمركز الخامس خماسية مميزة، فايف ستار تسير في هذا المسار المميز والكبير. موقعنا وين؟ بوابة الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير هنا مع الصدارة، مع المركز الأول، مع البداية هقوى مع صدارة الشوط. مع المركز الأول محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي الصعب، والنيادي من الجانب الآخر في حوار ثنائي، في حوار مميز في مسار هذا الشوط. وأيضا بن منانة ينضم بهذه اللحظات مع الثلاثية، والمشغوني قادم، والمهيري مع المركز الخامس، ولكن الصدارة المركز الأول هقوى مع الصدارة. ولكن الله، شوف اللي وصلت، شوف اللي فاجأتنا في هذه اللحظات، وصلت صدى حمد بن سالم بن علي الفهيدة المري مع المركز الرابع والخامس، ولكن الصدارة المركز الأول. النيادي ولا بن مرخان الصعب ولا النيادي مع الأمتار الأخيرة؟ أهالي مغافة، أهالي مرغم في حوار جميل مع الأمتار الأخيرة والخطيرة، ولكن الصدارة هقوى مع المركز الأول مع الأمتار الأخيرة. طارت هقوى بشعار الصعب، بشعار بن مرخان مع الأمتار الأخيرة، مع الأمتار المجنونة. هقوى سلام للصعب، سلام مرغم، سلام محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. تهانينا لعبد الله بن سلطان الغفيلي من يتابع هذا الشعار، تهانينا والناموس لبن مرخان، تهانينا يا الصعب، واسعد الله مساك، سلام مرغم سلام على هذا الأداء المميز والكبير. تهانينا لمحمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي واخوانه على هذا الفوز والانتصار، تهانينا على هذا الفوز المستحق. بينما المركز الثاني اللي ما قصرت ايضا غزال الحميد بن سعيد بن عامر النيادي، والمركز الثالث كان الوصول من صدى لحمد بن سالم بن علي الفهيدة المري، والمركز الرابع وصلت الشامخة عمير بن سيف بن معضد المشغوني، والمركز الخامس زمايم أحمد بن سعيد بن منانة الاكتبي. تابعنا هذا الشوط، ولكن شعار الصعب كعادته يحضر ويقدم النوعيات المميزة، يقدم الأسماء الكبيرة. تهانينا والناموس يا الصعب، تهانينا يا بن مرخان على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني لحظة وصول هقوة إلى خط النهاية قاطعة مسافة 8 كيلومترات في زمن مقدارة. مشاهدين الكرام، إذن التوقيت الزمني 12 دقيقة 48، 19 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، يسعد الله مساك يا ابو سلطان، وسلام لهالي مرغم. بينما المركز الثاني غزال الحميد بن سعيد بن عامر النيادي، 12 دقيقة 48 ثانية، 98 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لحميد بن عامر النيادي، وتهانينا ايضا لعبد الله بن غدير الوهيبي من قدمها مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث كان الوصول مشاهدين الكرام نحيلها إلى لجنة الخط، بالفعل فوت وفنش. وأيضا مشاهدين الكرام توقيتها الزمني 12 دقيقة 51 بالوفاء والتمام. إذا كان الدخول جماعي ما بين 19 اللي هي الشامخة عمين.